اصدقائي وحبايبي، العالم ولا الصنف بشري بمجرد التبانة وما حولها. كيفكم ياو؟ قلت لكم انه حنصير نحكي قصص بطريق الى الشغل، right؟ فهذا الشيء اللي حنصير نسويه مؤقتا، والقصص هاي راح تكون واحدة من نوعين. القصص هاي راح تكون واحدة من اثنين، يا اما حتكون قصص رعب، وهاي القصص الرعب حتكون بس من مصدر واحد يا من كريبي باستا. اوه يا كريبي باستا تبا. النوع الثاني القصص الحقيقية، real stories، يعني قصص صارت بالفعل، ومصدري بهاي القصص راح يكون شخص واحد بس. اغلب الاحيان حيكون شخص واحد بس، ابو طلال، قصص سوالف طريق. هو ما عنده مشكلة انه ناخذ القصص تبعته علشان نحكيها، ومصدر موثوق، هذا اهم شيء بالموضوع انه مصدر موثوق. فهذا حيكون مصدر القصص الحقيقية، ما راح اخذ من مكان ثاني اغلب الاحيان، يعني 99.9%. alright، ونتسلى يو، بما انه الكل بحب القصص فليش لا. اول قصة في بالي هلا وهي من كريبي باستا، alright، واكيد حكتب لكم مصدر القصة، مين اللي كتبها والقصص هاي كلياتها. انا مش زي غيري يو. How to survive the apocalypse of 2040. خطوات انك كيف تعيش، خطوات انك كيف تعيش نهاية العالم، او ايش الخطوات اللي تستعملها علشان تقدر تعيش، عشان تقدر انك ينعن اختها، ايش الكلمة، ايش الخطوات اللي تستخدمها، ايش الخطوات اللي تتبعها علشان تقدر انك تعيش او تتخطى الكارثة او نهاية العالم اللي حتصير ب 2040. ونرجع نقول هاي كريبي باستا، هلا كان ممكن اخليها حماسية اكتر، ان اقول اوه يو في واحد اكتشف مخطط انه في 2040 رح يكون في نهاية العالم، وفي خطوات لازم تتبعوها علشان تقدروا انكم تخلصوا من هاي المصيبة وتقدروا انكم تعيشوا، بس لا، لانه هي كريبي باستا. اتمنى انه ما يكون حدا سبقني وقال لكم او حط على اليوتيوب فيديو يقول فيه اوه نهاية العالم ب 2040 وفي خطوات ممكن واحد يتبعها علشان يقدر يعيش او يتخطى المأساة هاي اللي حتصير ب 2040. المهم القصة هاي جميلة مرة جدا، انا بدي ارجع اسمعها لانه هي موجودة على اليوتيوب الانجليزي، بدي ارجع اسمعها مرة تانية عشان اذكر التفاصيل وترتيب القصة كيف ماشي، واكيد هحط لكم تحت الفيديو الفيديو اليوتيوب اللي انا استعملته علشان اترجم هاي القصة، وكمان لينك للقصة الحقيقية المكتوبة بموقع كريبي باستا بنفسه من نفس الكاتب. هي باختصار بداية القصة حتكون: أنا اسمي فلان، أنا ناسي اسمه بس برجع بحكي لكم إياه بالقصة، alright. وأنا time traveler وجيت من المستقبل 2045، وجيت أحكي لكم الخطوات اللي المفروض إنكم تتبعوها عشان تقدروا تتخطوا المأساة اللي حتصير ب 2040. حأحكي لكم الخطوات هاي واحدة واحدة، وليش كل خطوة منهم مهمة علشان تتخطوا الأباكليبس اللي حيصير ب 2040. ممتعة مرة جدا، هي هورر ستوري. بعدين معاك انت، ايوه هيك امشي، مسكر الفيو كله تبا لك. You better, I want my life to matter. صدقوني القصة ممتعة مرة جدا على ما اتذكر يعني، وكله للفن، alright؟ يا ما حد ياخدها جد. واحدة من الرولز انه لا تروحوا للغابات ولا تروحوا للمحيطات. يوم واحد فيكم يصدق الموضوع وما يروح لا على بحر ولا على اوه شيت، someone's having bad day. ما تاخذوا شيء جد يعني بكريبي باستا، زي مثلا قصة ايش اسمها؟ مدينة اشلي، اوه ماي جاد جايز، مدينة اشلي راحت لنكس ليفل لما العرب قعدوا يحكوا هاي القصة. القصة هاي كريبي باستا مان، كريبي باستا، وخلوها جد، وانه صار فيه الحكومة الامريكية والمدينة اختفت. يو تبا، ما في شيء من هذا صار، قصة كريبي باستا بس مش اكتر. المهم
فهذا اللي حيصير. باس انت عم تخنقني مان، انت عم تخنقني for God's sake. انا عم بنسى الغماس شغال لاني مركز بالكلام يو تبا. فالمهم فجهزوا لي حالكم علشان اقول لكم اللي هو انا صاحب القصة اللي جيت تايم ترافلر من 2045 احكي لكم يا بني ادمين كيف تقدروا تتخطوا المأساة اللي حتجيكم، الاباكاليبس اللي حيجيكم ب 2040. خطوات سهلة وبسيطة اتبعوها واوعدكم انكم تخلصوا من الجوع، قصدي تخلصوا من الاباكاليبس اللي حيجيكم ب 2040 2040. alright. طبعا هنا بكندا المشاة هم الأولوية دائما دائما، يعني انا لو فكرت اني اتعدى واحد فيهم هلا بروح بالكزوزة. وفي منهم بعد يستهبل فبضل يتمشى على أقل من مهله بس علشان يستفز أم اللي واقف على الإشارة، وخصوصا إحنا دبابات، يعني لما يكون درجة الحرارة 1000 وإنت واقف عم تستنى واحد ولا واحدة قاعدين عم بتمخطروا وإنت عم تنشوي عم تنشوي وإنت واقف يو، بيكون نفسك إنك تستنى. فموضوع إيزي يعني whatever. Yalla. See you, yo. English is coming soon, yo. I'll do it. Not today. You're fired. وتعالوا هنا نتفاهم. أنا ليش عم بسوي هذا الفيديو؟ علمي علمكم يو، ما عندي موضوع محدد قلت بدي أشغل الكاميرا وأقعد أصوره، بس حبيت أسلم عليكم وتعالوا نرغي مع بعض شوي. أغلبكم عم بيتابعنا عشان الانفورميشن سيكيورتي والهاكينج، بس في ناس كتير كمان عم بيتابعوني لأنهم حابين إنهم يتابعوني. كل احترامي وحبي لكم كلكم. بالنسبة للسيكيورتي والهاكينج، احنا بدينا بهذا الموضوع من 5 سنين تقريبا. قبل ال5 سنين هاي انا كنت ضايع باليوتيوب بسوي اي شيء وقت ما بدي وما كان يهمني شيء ابدا. الفيديوز كانت طالعة نازلة مواضيعها مختلفة وما في طريق محدد كان موجود بوقتها، لحد ما نزل هداك الفيديو. وفعليا هذا الفيديو غير حياتي يو، لاني ما كنت متوقع قبلها انه في ناس كتير ممكن تهتم بهذا الموضوع او انها حابة تتعلم هذا الشيء. كل اللي كنت متوقعه انه الناس بتحب هاي القصص الخيالية عن الهاكرز انهم بني ادمين خارقين والكلام الفاضي هذا كله. واكتشفت وقتها انه الناس حابة تتعلم هذا المجال بس ضايعة ومش عارفة كيف تبدأ فيه، وما كان في شيء واضح ابدا موجود على اليوتيوب او حتى على الانترنت كله للعرب انه يعرفوا كيف يبدأوا في هذا المجال يو. فبلا فخر حاب أقول أني أنا كنت أول واحد يحط فيديو تعليم الإثيكال هاكينج بالخطوات اللي حكينا عنها بهذا الفيديو. وبما أنه الفيديو